غالية لجماهير كوت ديفوار. نحن فرحانين قوي ونشكر جماهيرنا، نحن عددنا قليل ولكن فرحانين، وشكرا جزيلا لأهل مصر، ونسأل الله أن نزل في الآخر بإذن الله. كنت متوقعين النهاردة الفوز أمام منتخب نيجيريا قوي؟ يعني كنت بدعو ربنا. ايه رايك في استضافه مصر للحدث الكبير بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه؟ الحمد لله كان جميل، الحمد لله، بس نسال الله ان كوت ديفوار يفوز. مبروك الفوز منتخب كوت ديفوار. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا، نشكر قناه تايم سبورت على هذه الاستضافه وعلى جهودهم وعلى عملهم. فشكرا لكم جزيلا وشكرا للشعب المصري وعلى هذه الاستضافه. والله احنا اصلا يعني فرحانين يعني بمنتخبنا يعني الفخامه يعني الراسخه الذي يعني يعني وصل يعني الى يعني هذه الدرجه ويعني تفوق يعني على منتخب النيجيري الذي كمان يعني كان يعني في يعني قوه وكمان وتمكن يعني من اللعب. ايوه يعني معنى، لكن يعني الفوز يعني كان من جان. ايوه لكن الفوز يعني كان لنا، فالحمد لله ونشكر الله يعني على هذا الفوز. طبعا الماتش يفوز يا خساره، ومنتخب نيجيريا ادى مباراه حلوه، وان شاء الله الماتش اللي جاي حنفوز باذن الله. لا طبعا الماتش اللي جايين باذن الله حنفوز مبارتين ونجمع 6 نقاط، و6 نقاط هتأهلنا ان شاء الله لدور كوتر فاينل ان شاء الله.